تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن وبالشراكة مع شركة زين الأردن من خلال منصتها للإبداع زينك، انطلقت الأحد فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته 14 في الأردن والخامس عشر عالمياً. وقالت القائمة بأعمال رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجة أن هذه الفعالية هي حدث عالمي كبير يحتفل به كل المبتكرين لدورها الواضح في تعزيز مفهوم الريادة. من أهم نشاطات المركز ودائما تجرى كل سنة جائزة الملكة رانيا للريادة، وهي تعقد طبعا سنويا تحت رعاية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية. وأيضا هناك برضو نشاط مثل نشاط برنامج الباحث إلى المبتكر، وبرنامج تقدم للأفراد الراغبين في معرفة المزيد من أساسيات الريادة. وبرضو كمان مركز الملكة رانيا بقوم بتقييم الأعمال الريادية الناشئة وفي الأردن وفي خارج الأردن، وخصوصا في المملكة العربية السعودية وفي فلسطين. مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات قال إن الهدف من الأسبوع العالمي للريادة هو تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودورها في دعم الاقتصاد وتسليط الضوء على المبادرات الشابة وقصص نجاح أردنية. الأسبوع العالمي للريادة هو فعالية نجتمع فيها سنويا بشهر 11، الهدف تبعها أنه نسلط الضوء على قصص النجاح اللي صارت بالمملكة خلال السنة الماضية، المبادرات الجديدة، نطلق مبادرات لها علاقة بدعم الرياديين، زائد نحاول نشبك مع أكبر عدد من الرياديين الموجودين. السنة في عنا بحدود 480 نشاط. وأشار مدير منصة زين فيصل نسور أن هدف الريادة واضح، وهو نشر الفعاليات في جميع أنحاء المملكة لتعزيز مفهوم الريادة وتسليط الضوء على الأفكار والتجارب الريادية الملهمة. نحن بهاي الشراكة بنهدف لنوصل لأكبر عدد ممكن من الرياديين خصوصا خارج عمان. نحن موجودين كمنصة زينك بخمس جامعات حكومية، بالسلط، بمؤتة، بزرقة، بإربد وبعمان. فرح نعمل 40 فعالية بهاي المنصات، ونهدف نوصل لأكبر عدد ممكن من الشباب الطموح والمهتم بريادة الأعمال، ونساعد على نشر ثقافة ريادة الأعمال. ويشارك في هذه الفعالية 200 دولة حول العالم، فيما يشارك من داخل الأردن مؤسسات حكومية وخاصة، جامعات أكاديمية، والأفراد المهتمين بتعزيز الريادة بالأردن.